ظهورها عدى كل التوقعات، ونجاح في رمضان الجاي هيعدي الناس، وناوية مع محمد سامي تعمل أحسن مسلسل في حياتها. مي عمر فاجأتنا بظهور مختلف خالص على بوستر مسلسلها الجديد نعمل أفوكاتو. يا ترى إزاي هتظهر محامية بالحجاب في رمضان 2024؟ وإيه كواليس تحضيرها شخصية نعمل أفوكاتو؟ في البداية كده أحب أقول لكم إن مي عمر اشتغلت على نفسها كويس جدا، وعرفت تتطور من دور للتاني لحد ما بقت نجمة وخدت البطولة المطلقة. سواء اشتغلت مع محمد سامي أو غيره من المخرجين، هي قادرة تقول أنا هو. مي عمر شكلها كده مش ناوية تنزل عن البطولة المطلقة كل سنة، وهتفضل تفاجئنا كده كل رمضان. هي السنة دي عاملة مفاجأة كبيرة بشخصية المحامية، وأبشروا المسلسل مالوش علاقة بالكوميديا، يعني أي مقارنة مع فيلم الأفوكاتو بتاع عادل إمام انسوها. مي عمر نشرت صورة ليها وهي لابسة الحجاب، ودي من بوستر مسلسلها نعمل أفوكاتو، واللي بيشوفها يقول دي واحدة مننا، قريبتك، حد معرفة كده يعني. الكل قال على ظهورها ده مفيش أحلى من كده، وشكلنا هنشوف مسلسل مختلف جدا بشخصية جديدة عليها غير كل اللي عملته قبل كده. وعلشان تبقوا عارفين برضو ان النجمة مي عمر واثقة من نفسها كويس، وعارفة انها هتحقق نجاح كبير بشغلها. مي عمر معروفة ببساطتها وانها جميلة ووشها مقبول ووصلت لقلوب الناس. ظهورها على البوستر كان وهي لابسة التربون اللي هو ما بين الحجاب واللي مش حجاب، بس في النهاية هي شخصية المحامية دي مختلفة، وهتقدم الدور بشكل جديد على الدراما المصرية. مي عمر هتتعاون في مسلسل نعمل أفوكاتو مع زوجها المخرج محمد سامي، واللي مش بس هيخرج المسلسل ده كمان هو اللي كتبه. كلنا عارفين كتابات محمد سامي اللي قدر يثبت بيها موهبته وحقق نجاح كبير فيها، وأكبر دليل جعفر العمدة واللي اتعرض السنة اللي فاتت. مي عمر قالت في تصريحات ليها ان نعمل أفوكاتو هيبقى أحسن مسلسل عملته في حياتها، بالنسبة ليها هيبقى تحدي كبير. كلام مي عمر مش سهل، ودي واحدة عارفة هي بتعمل ايه. دي قالت انها بتعمل شخصية جديدة ومختلفة بالنسبة ليها، وانها كانت تخينة وقت التصوير علشان الشخصية عاوزة كده، ودلوقتي بتحاول ترجع تاني لجسمها الطبيعي. طبعا كان في صعوبات والمسلسل كله صعب، وخد تحضير كتير قوي في الشكل والمذاكرة والتمثيل، حتى الشكل مختلف واشتغلت عليه كتير، والتعب هيطلع بفايدة. كل شايف ان مي عمر بتنجح بس لما تشتغل مع جوزها المخرج محمد سامي يبقى غلطان، علشان مي عمر عملت مسلسلات كتير قبل كده وحققت نجاح كبير زي الفتوة اللي اشتغلت فيه مع ياسر جلال، وكان المخرج حسين المنباوي، ولؤلؤ واللي كان المخرج محمد عبد السلام، وعلاقة مشروعة مع خالد مرعي، ودي بس النبذة من أعمال برة محمد سامي. طبعا في النهاية بنتمنى التوفيق للفنانة مي عمر في مسلسلها الجديد، ويا رب تحقق النجاح المعودة عليه دايما دايما.